اهلا بكل مشاهدينا، يوم جديد من ايامنا مع حضراتكم في 10 الصبح. يا رب يكون مليان بالحب والتفاؤل والامل. صباح الخير. صباح النور. انت عامله ايه؟ صباح الخير. وانت عامل ايه كده النهارده كده؟ ان شاء الله يوم جميل ونبتدي في السماء حلوه كده. انا هعمل عامله سودا شويه، هقفل هوطي الاير بيس عشان عبير ما تعرفش تكلمني. تكلم هند وعمل نفسي مش سامع، اقول اللي انا عايزه وافضفض براحتي النهارده. فضفض وانا هكتب لك كل اللي عبير هتقوله على الورقه وانت هتقراه. طيب عايزين نتكلم في حاجات كتير قوي النهارده. هنبدا الاسبوع اللي فات كنا عايزين نتكلم، كنا بنقول على مبادره اللي انت كنت قلتي الحب ما بين زمان ودلوقتي، بس ما كانش فيه يعني تفاعل بالقدر الفظيع قوي اللي ايه. هنخليها الاسبوع الجاي يعني ادخلوا واتكلموا عن الحب زمان ودلوقتي علشان نفتح الموضوع ده معاكم، ونقول ونجاوب ونقول اساميكم ونقول رايكم بالاسم. طب حلو جدا، نطلع بقى على صفحه الفيسبوك بتاعتنا، فيسبوك 10 الصبح او على 10الصبح.net، ده السايت بتاعنا. تفاعلوا معانا وابعتوا لنا ارائكم في الموضوع ده. عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه. وانا جاي الصبح بسمع الراديو وانا جاي، كان في مبادرات كتيره جدا، مهم جدا ان احنا نعمل مبادرات ونعمل حاجات عملات توعيه. ففي وزارات كتيره شغاله الحمد لله. انا مبسوط لما بسمع كده ان في ناس لو بتكلم مثلا على مرض السكر، لو انت حاسس ان عندك مثلا وزن تقيل، لو انت مش عارف ايه، قعدوا يقولوا 1 2 3 4، ويفضل ان انت تروح تحلل عشان تطمن. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في انفلونزا الطيور. انت عارفه ان احنا داخلين في الموسم بقى بتاع الانفلونزا بقى، والبرد بقى ودرجه الحراره تعلى ومش عارف ايه. فبيقولوا اللي عنده حراره فوق 38 او اللي عنده وجع اللي هي اعراض الانفلونزا. بس كنت مصاحب لطيور او بتربي دواجن، فراخ، بط، وز في الدار مثلا، حبايبنا اللي في الاقاليم وفي الريف، الناس اللي بتربي حمام على السطوح، الحمام الغيه، الحمام الزينه، العصافير، الحاجات دي كلها. لو انت جالك حراره في خلال الاسبوع اللي انت مضيته مثلا او شفت طيور، يا ريت تروح لوزاره الصحه او مستشفى تحلله، تطمن ان انت ما عندكش الانفلونزا. هي مش منتشره قوي لكن احنا عايزين نحد منها، مش عايزينها تبقى موجوده اصلا يعني. صح، ولازم يبقى الناس عندها وعي انه لما يحصل حاجه بسيطه لازم ان هم يبداوا يتحركوا ويدوروا على العلاج، ما يستناش لغايه لما الموضوع يتفاقم والمشكله تكبر اكبر بكتير عن الوضع اللي ممكن ان هو يعني تعالج فيه وبمنتهى السهوله. خاصة جزئية الانفلونزا الطيور دي عانينا منها بشكل كبير قوي، لانه الناس ما كانش عندها وعي. بس دلوقتي الحمد لله اعتقد انه الوعي زاد بشكل كبير جدا، خاصة في الارياف، والناس كلها بقت عارفة انه لازم يبقى فيه تطعيم، لازم مهم يبقى فيه نظافة دورية، لازم يبقى فيه اهتمام بشكل اكبر بالصحة، وان هم يلجأوا للطبيب على طول اول ما يحسوا باي اعراض للانفلونزا. على ذكر بقى المبادرة اللي انت اتكلمت عليها على مرضى السكر، قريت معلومة امبارح ظريفة جدا، حد كاتب على الفيسبوك، يعني انا من الناس اللي بهتم بالحيوانات، فلقيت صورة كلب لابس زي بلوزة كده مكتوب عليها دايابيتك حاجة، يعني ان هو يعني بياخد باله من السكر. فالراجل استغرب جدا، سأل الست قال لك كلب ده ايه؟ قالت له الكلب ده بينبهني لما مستوى السكر يقل في دمي. طبعا راجل استغرب بشكل كبير جدا، انا مش فاهم. قالت له ده بيدخل زي اكاديمي، بيقعد سنتين يتدرب ويتعلم ان هو يبدا يعمل يهوهو لما مستوى السكر يقل في جسم الست، انه طبعا حاسه الشم عند الكلاب قويه جدا، فيقدر ان هو يميز الهرمونز اللي بتكون في الجسم وينبهها، فبالتالي تلحق وتاكل حاجه فيها سكر، او تلحق وتشوف الدواء، او تلحق وتقيس مستوى السكر. وانه لا قدر الله لو ما لحقتش وجات لها كومه سكر، كمان الكلب ده متدرب ان هو يجيب التليفون ويساعدها ان هي تطلب الرقم بحيث ان هي تقدر تلاقي انقاذ سريع. ده على ذكر المبادرات، ودي كانت معلومه ظريفه يعني حبيت ان انا اقولها للساده المشاهدين، لانه اللي بيحب الكلاب واللي بيحب الحيوانات يقدر ان هو كمان يستغلها في ان هو يسهل حياته. تمام. والنوع اللابرادور ده بالذات بيستخدم بره، ويمكن ابتدى عندنا في مصر لمساعده المسافرين والناس اللي بتغرق، بينزل يجيبهم، بيعمل لهم ريسكيو. يعني الكلاب اللي بيربي كلاب عشان خاطر بيحبها دي حاجه، واللي بيربي كلاب عشان خاطر تفيده دي حاجه تانية. الاوفى فعلا حاجه او حيوان للبني ادم هو الكلب، وده بنشوفه في حاجات كتيره جدا، في انواع معينه بتدربها في حاجات معينه. عندنا كليه الشرطه بتدرب الكلاب الاولى في العادي انها تشوف المتفجرات او المخدرات او 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 انا بقى على ذكر الموضوع ده الصراحه الصبح لسه بقول ياه
ده اللي يعني مش مربي نوع من انواع الحيوانات الاليفه فعلا فايته حاجات كتيره جدا، لانه مشاعر جميله جدا، احساس جميل جدا ما بين الشخص والحيوان اللي هو مربيه، وفاء غير طبيعي، وده بيدي نوع من انواع الساتسفاكشن او الراحه للانسان. تمام. فانا قلت يا اللي ما لحقش بقى يربي يا ريت يفكر ان هو يجيب لاولاده مثلا حاجه صغيره يبقى كده من المحظوظه ممكن نجيبه معانا برضه دي حاجه بس خلاص عند هنا. طيب كنا عايزين نتكلم النهارده على حاجه مهمه جدا برضو، على الاجتهاد في العمل. عايزين نقف بقى وقفه هنا شويه في موضوع الاجتهاد في العمل. عجبتني قوي الحركه. هنتوقف. عايزين نتكلم فعلا، لو كل واحد يحاول ان هو يعني يبص لنفسه ويبص لشغله ويحاول يدور على اي حاجه يعني فتفوته صغنونه كده تخليه يحب شغله ويمسك فيها ويشتغل عليها، يروح شغله هو مستمتع. الكلام ده احنا قلناه كذا مره قبل كده، عايزين ناكد عليه، وعايزين نقول ان لو اي حد عنده شركه حاول تمتع الموظفين اللي عندك ازاي، حاول تديهم دافع ان هم يشتغلوا، قول لهم الله انت اشتغلت كويس يا محمد، يا حاتم انت النهارده خدت خلي بالك انت ما اديتش اللي انا عايزه منك، اركن انت على جنب بكره، يعني اتصرف، ادي له ثواب وعقاب، لما يكون في ثواب او الكلمه الحلوه نفسها، لما اجي لهند اقول لها برافو هند انت عملتي كذا النهارده، هتيجي بكره عايز تعمل اكتر، وهيجي مثلا عيل جنبها هتقول طب يعني لازم يكون في منافسه بيني وبين هند، يعني ازاي هند تتقال لها كده وانا لا، فتجيد هي كمان، فنبتدي نجيد كلنا مع بعض ونطلع احسن واحسن واحسن، نطلع بالعمل في الاخر باحسن حاجه، واحنا نروح واحنا مستمتعين. لما بتبقي مستمتعه بتحاول ان انت توصلي للبرفكشن او تبدعي في عملك، ده اللي احنا عايزين نعمله طبعا، ده اللي احنا بنحاول نعمله حتى لو كان مفيش امكانيات كبيره، لكن احنا بنحاول واحده واحده، ايدي على ايدك وايدي على ايد كل الناس الموجودين، بالموضوع بيكبر، لكن بيكون في حاجه، في ناس اعداء نجاح ما بيحبوش لحد ينجح، ليه؟ علشان ربنا يهديهم ويصلح لهم حالهم ويركزوا مع نفسهم وينجحوا هم كمان، يعني هيبقى ليه يعني؟ علشان خاطر في حاجه غلط، في حاجه في البني ادمين، يعني مش كل البني ادمين طبعا، بس يعني في حاجه في الاشخاص بتبقى غريبه، يعني الغيره حلوه ومطلوبه، لكن الغيره والمنافسه احلى، المنافسه الايجابيه طبعا، لكن خلينا نتكلم لان الجزئيه دي داخل فيها غيره، يعني ان انت تبقى ناجح وحد يشوف ان انت ناجح ومش قادر يوصل لده، ده بيخلق غيرة عند البني آدم. الغيرة دي ممكن تبقى سلبية وتدمر الدنيا، والغيرة دي ممكن تبقى إيجابية، حافز للشخص الآخر اللي هو مثلا مستواه أقل شوية إن هو يتقدم ويتحسن ويبقى زيه زي اللي هو غيران منه أو اللي هو شايفه أحسن منه. طب لكن ما يهدش ما تيجي نستفيد بالغيرة دي لحاجة حلوة، نخليها منافسة شريفة، نحاول بالغيرة دي نحن نعمل حاجة أحلى. أنا أتمنى إن حد يطلع أحسن مني، أو هند تتمنى حد يطلع أحسن منها، وهي تحاول إن هي توصل له، وبكده نفضل إن إحنا واحدة 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 نعلى مع بعض. هي دي منافسة شريفة، ده اللي إحنا عايزينه الفترة اللي جاية في جميع أنحاء الجمهورية وفي جميع كل حاجة ليها علاقة بشغل أو ليها علاقة بشركة أو ليها علاقة بعمل، يوصل في الآخر إن إحنا نقول الدنيا كلها المبادرة بتاعتنا مصر جميلة، صح كده؟ ده يرجعنا ويخلينا نقول إنه لازم نصلح من أنفسنا علشان خاطر نبقى كويسين، لو إحنا عايزين بلدنا جميلة وعايزين فعلا مصر تبقى جميلة لازم إحنا نبقى كويسين، لازم إحنا نشيل من جوانا الأحقاد والغل والغيرة السلبية، ونحط مكانها مشاعر إيجابية تخلينا إن إحنا نتقدم ونعلى، نتنافس كلنا للصالح العام، مش نتنافس لصالح أنفسنا، إحنا بنعمل حاجة كويسة علشان شكل الدنيا يبقى كويس، يعني إحنا لو إحنا بنجتهد في برنامجنا ده علشان إحنا حريصين إنه التلفزيون المصري يبقى يرجع تاني لمكانته الطبيعية اللي هو كان فيها، ويرجع واحد أحسن من كمان الرواد اللي في العالم العربي، ويرجع ينافس بقوة ويرجع يبقى ليه مكانة وصدارة في الموقع اللي هو فيه، ده احنا بنشتغل من اجل الصالح العام مش من اجل مصلحه شخصيه. انا عايز اقول احنا مش انا وهند، تلفزيون مصر كلنا المنظومه كلها بتحاول ان احنا نرجع تاني هو بقوه، وان شاء الله هنرجع وهنبقى احسن من الاول بكتير جدا، وهنحط كلنا ايدينا في ايدين بعض، وبنحاول ان احنا بامكانياتنا ان احنا نظهر باي شكل من الاشكال، نحاول ان احنا نبدع، نتحرك، نتصرف، بحيث ان فعلا نرفع كلمه مصر ونخلي الناس كلها تبقى فخوره بتلفزيونها المصري، هو تلفزيون كويس. عايز اقول حاجه كمان، يا واحدة هو انت بتقول كل اللي نفسك فيه؟ انا مبسوط، عايزين نشتغل على نفسنا، يعني ما فيش مشكلة ان انا احس ان انا مثلا وحش او ناقص حاجة، اروح اتعلم، ما فيش مشكلة خالص، انا كل يوم بتعلم في اليوم مليون حاجة جديدة، وما فيش واحد ما بيتعلمش، ده لو وزير هيتعلم، لو مين هيتعلم، كل يوم ممكن اتعلم من حد بسيط جدا يقول لي حاجة يخليني تعلمني حاجات كتيرة جدا، ممكن
فكرة صغيرة تبقى مشروع كبير، زي ما بنقول دايما تبتدي بتزرع صغيرة وبعد كده تبقى حاجة كبيرة جدا جدا جدا. صح. على ذكر الانتقادات وعلى ذكر التقدم، طبعا كتير من وسائل الإعلام أو المحطات أو اللي المذيعين اللي بيشتغلوا بينتقدوا، هم من حقهم ان هم ينتقدوا، ما فيش ابدا اي مشكله للانتقاد، ولكن نخلي الانتقاد في الاتجاه الايجابي، ما نحاولش ان هو نربطه بالماضي او باللي كان موجود قبل كده هوت. وده على ذكر انه امبارح يعني كنت بتفرج على التلفزيون فشفت احد الاعلاميين بيتكلم على زياره السيد الرئيس للغردقه، فبيقول يا بخت ويا حظ ويا سعد الناس اللي عايشه في الغردقه ان كل الناس اهتمت بالغردقه ودلوقتي راس في طرق والوزراء راحوا و دي حاجة إيجابية. يعني ما نستغل الموضوع ده ونقول يا ريت الرئيس يزور كل المحافظات، فبالتالي يبقى فيه اهتمام بشكل كبير بكل المحافظات، ويا ريت أصلا الاهتمام يكون من خلال الناس اللي شغالين في المكان، مش مستنيين زيارة مسؤول كبير أو مش مستنيين نوضب المكان قبل ما حد يجي للبني أدمين وللأشخاص، عشان طبيعة عمل إن أنا أوضب مكاني يعني حاجتي كلها تبقى كويسة، ليه أستنى حد يجي لي؟ انه كويس انه يجي ده ايجابي وجميل، لكن لازم ابقى انا مستعد بحاجتي كلها، مش بس الرئيس او رئيس وزراء او لا او لاي مواطن مصري عادي جدا رايح اي مكان في بلده. حاجه جميله برضه، حاجه جميله جدا. وعبير قالت يلا خلاص خلص الوقت بتاع الكلام والرغي والدردشه. عندنا النهارده مبادرات، النهارده هنتكلم على مبادرتين، واحده حمله مجنده مصريه، وده لقاء هيكون مع الاستاذه جهاد الكومي. هنتكلم على فكره ان يبقى فيه مجندات مصريات ستات ممكن يكونوا بيخدموا بيأدوا الخدمه الوطنيه من خلال اجتهادهم ومكافحتهم لاعداء الوطن. تمام. المبادره الثانيه هتبقى عن تنشيط السياحه الدينيه، هما مبادرتين نسائيتين النهارده احنا فخورين بيهم جدا، هنتكلم في حاجات كتيره جدا عليهم، لكن خلونا بس نطلع فاصل. صح كده، فاصل ونرجع على طول. يلا.